السلام عليكم مشاهدي ومتابعي جريده اصوات صوت الشعب. هنا جينا النقطه اللي مازال ما وصلت واحد اللي تضرات من الزلزال ديال الحوز، اللي جينا باش نواسيهم في الدمار اللي صابهم مشاهدي ومتابعي جريده اصوات. معنا الناس اللي من تما داخلين في الحوز اقليم شيشاوا، اذا الدوار غيعرفونا عليه. معنا ناس من ساكنه اللي تضروا، اللي ما وصلهم حتى شي واحد لا في السلطه. هادشي كيدور في الخاطر نظرا لان السيد القائد ما قامش بالدور ديالو، ما جا شافهم حتى شي واحد، مازال ساكنين في الديور اللي هما غادي تطيح عليهم او لا اللي ضرت جراء الزلزال، وكاين اللي لقيناهم كيصلحوا. هذه هي المفاجاه. والسيد القائد غنسمع شنو قال لهم على هذا الشيء. غادي نبداو بالناس. السلام عليكم، اول حاجه كنتمناو لكم الصحه والعافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عرفنا خويا بالمنطقه وسمية الدوار. معكم عبد الرحيم شيبان من دوار تاوليلو، جامعه امد لان قياده ابو عبود، دائره نتوكا، اقليم شيشاوا. اقليم شيشاوا. كيف جينا وسمعنا على اللسان ديالكم هنايا، شفنا الدمار اللي ساب الدوار كامل تقريبا، كاينين بعض الناس اللي فلتوا. واش ما جا عندكم حتى واحد؟ انتم الدوار عندكم واش ما عندوش طريق؟ كما شفتي على بعينك حاليا انت في الموقع، الناس هنايا كاين اللي عنده فين يسكن، منهم انا ما عندي فين الناس، ياك؟ وفين كتنعس؟ لحد الان انا كنعس غير فوق الدار، واحد البلاصه تماك. الى حد الان باقي ما شفنا حتى حاجه، الى يومين هذا باقي ما شفنا حتى حاجه. سعادة القائد ما شفناش، ورئيس الجماعه هو بدوره ما باقي ما شفناش. يعني حاليا هنايا كاينين الناس ساكنين في الديور، يعني غدا ولا بعد غدا غادي تريب عليهم، يعني غادي تريب عليهم. يعني هنايا محتاج بزاف، ماشي يعني غادي نقول لك، يعني اذا جيت نعبر لك غادي يخصنا وقت كثير باش نعبر لك على هذا الاحداث اللي وقعت هنايا في الدوار تاوليلو. احنا غادي نجيو للاحداث بالتسلسل. كيف قلنا هاد الدوار هذا تضرر، ما وصلوا حتى شي واحد. انا كيف سمعت على اللسان ديال الساكنه انني لقيت ناس كتصلح، شكون اللي قال لكم اخويا صلحوا؟ اولا السلام عليكم، جزاكم بخير. بعدا انتم جيتوا مرحبا بكم عندنا. الله يطول عمرك. باش تشوفوا هذا الشيء. دوار تاوليلو قياده امتوكا اقليم شيشاوا، دوار تاوليلو بالنسبه لهذا الشيء اللي شفتوا زنزل جامعه امد، الزلزال راه ضربنا. دابا 16 يوم، دابا 16 يوم حتى شي مسؤول ما جا يطلع لنا، لا المدرسه لا دريت المدرسه لا تيقراو، لا الناس الديور ديالهم هي غايريب عليهم. الا جات الشتاء راه الزنزال غيعاود تاوني يضرب تاوليلو، لان الناس الديور كاع مشقوقين، الماء غيدخل الحيوطه ديال الحجر غتريب على الناس. الناس بالليل ما تيباتوش في الدور، بالنهار تيدخلوا ليها تيهزوا الناس المواد بس بالليل الاساسيه، تيدخلوا بالنهار تيدخلوا للدور، بالليل ما تيباتوش، تيباتوا. كاين اللي دار خزانه، كاين اللي دار. بالنسبه للمسؤولين، الرئيس سال الجماعه هاد الناس ما قال لك ما عندها ما ندير لكم. القائد ما باقي ما جاب حتى شي مسؤول يشوف هاد الساكنه واش محرقه. القائد ما جاش عندكم؟ ما جاش يشوف هاد الساكنه واش مضره ولا ما مضره، واش خاصها شي حاجه ولا ماش خاصها. بالنسبه لهذا الشيء ديال التضامن تعطيوها للناس اللي بغاو. هذه الجماعه تعطيوها للناس اللي بغاو. بالنسبه لهذا الشيء ديال التضامن، معنا مسؤول تاهو من الجماعه، المسؤول هو معارض، هو الناس باقيين تيديروا السياسه. الناس هذا الشيء هذا الزلزال باقي الناس يديروا السياسه، راه الزلزال هذا راه الزلزال هذا راه ماشي السياسه، راه الناس باقي تيعملوا السياسه في هذه البلاد. واش الناس ما يزهو الناس اللي مات راه مات، راه الناس راه حيين وميتين، هاد الناس راه حيين وميتين، راه الناس راه هادوك راه ميتون الله يرحمهم، وين هاد الناس راه حيين وميتون باقي تيعملوا فيهم السياسه، راه حشومه وعار باقي الناس يعملوا السياسه. تيقول لك انت معارض ما نسيبتوش لكم انتوما، حيت انتوما عندكم اللي كيمثل الدائره من المعارضه. والمعارضه ما تيبغيوش يسيفطوا لنا. جات ديال سيدنا محمد الخميس ما استفدوش منها، قالوا لي جابوا الرموكات وجابوا تحطوا ما عندهمش الحق يحطوا في القياده، تيجي الرموك حتى الجماعه ويردوه للقياده، لا ما عندناش الموظفين في الجماعه. واحد المعلومه الله يكبر بك ضراتني في خاطري سمعتها، واش بصح كنتوا كتاخذوا الدقيق بالجبانيات؟ كناخذوا، حنا فرقنا بجبانيه، فرقنا في ستيله، حنا فرقنا في ستيله. ايه اش غدير تعطي لواحد ما تعطيش؟ جا كيلو نعطيه ليه. بالنسبه لتيجي الرموك تاع جامعه امدلان، عندنا جماعه فيها موظفين في الديبوات، تيرجعوا للقياده. علاش يرجعوا للقياده؟ علاش يرجعوا للقياده؟ حنا ما عندناش رئيس، ما عندناش الموظفين، ما عندناش الاعضاء، ما عندناش لي. علاش يرجعوا الرموكات؟ علاش يرجعوهم؟ باش ما يعطيو للساكنه؟ علاش؟ هذه غنشوفها مع السيد
انت اللي سبب هذه المشاكل هو انت، علاش من المعارضه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عرفنا بالاسم ديالك. خويا عبد الله الحيان من دوار تولي لو، عضو انا اللي كنمثل هذه الساكنه. اذا انت اللي كتمثل هذه الدائره؟ انا اللي كنمثل هذه الدائره. انت في المعارضه؟ انا خويا في المعارضه على شي حوايج. على شي حوايج؟ خليو حنا قلنا لهم السياسه ما نمارسوهاش في هذه الايامات، حيت اللي كان خاصه في الظروف، راه زلزال هذا. الارض تحركات بينا، ما كل ما ملي ما خلاش ملي ما خلاش ليه هذا الزلزال شي موعظه في قلبه باش يعرف بلي هذه الدنيا راه ما دايماش. السياسه الله ينعل به اللي شي واحد كيمارس السياسه في هذه الظرفيه. حنا كان اصلا السياسيين معروفين، السياسيين معروفين ما كنهضروش عليهم. دابا اللي ضرنا في قلبنا هو ذاك السيد القايد ملي هضرت معاه البارح، سونيت عليه قلت له ودي واحد الحصه ديال تولي الله يرحم ليك الوالدين. قلت له هذا السيد القائد ديال المنطقه. قائد المنطقه، قلت له هذاك الشيء اللي صدمني انا، ما صدمونيش السياسيين، السياسيين مولفين هم مولفين لهم هكاك. مولفين السياسيين ديما هكاك، ما نلومهمش. ولكن يجي رجل سلطه باش تهضر معاه ويوصف الساكنه، ها هما كيسمعوها. البارح هضرت معاه قال لك انتم تولي له صحاب تولي له جيعانين. جاب 15 يوم وعرف هاد الناس كيفاش. اسمع لي اسمع لي اسمع لي، جيعانين منين انا هي؟ وضح لي الله يكبر بك. انت راك من المكونات ديال المجلس وخا في المعارضه، اشرح لي كيفاش الناس جيعانين من اي ناحيه؟ من ناحيتاش. قال لي راه سته الجمعيات اللي دخلوا تولي له. قلت له هي سته الجمعيات. قول لي سميتهم. غنمشيو دابا عندو، راه ما نلقاوش لا احصائيات، كلشي غامن الشفوي، عندوها الشفوي ما عندوش. ولا حتى الخيام ما لقيتش، لا حتى الخيام ما لقيتش. الا دخلوا هنا دخلوا جمعيات، ما نكذبوش، كاينه جمعيه اللي دخلوا لهنا، كاينه الجمعيات اللي دخلوا لهنا، ولكن داك الشيء اللي جابوا راه ما كافيش. راه كما سمعتي الناس راه داوها اللومه، راه فرقوا الدقيق بسطيله. بسطيله هذه اللي ضرتني بزاف. فرقوا الدقيق هي قدام الدار ديالي، انا قدام الدار ديالي، راه نوريك الفيديو دابا تشوفوا كيفاش فرقوا الشعيريه كتجي هكا. حنا ما اودي حنا ما المشكل ما بغيناش ما ناكلوا، الله يعاونهم. حنا ما جيعانينش السيد القايد، حنا راه ما جيعانينش، حنا بغينا حقنا من اللي داك السيد اللي صيفط سيدنا، بغينا حقنا. واش عمر هاد الناس مشاو للقياده ملي ما طراش هاد الشيء؟ عمر هاد الناس مشاو ملي ما صيفط سيدنا شي حاجه ديال محمد الخامس ما استفادش منها تولي له. شوف السيد المرشح، شوف باش نكون انا وياك زوينين، السيد القائد مجبر انه يخرج وانه يجي لعندكم حيت كيمثل السلطه. هذا الدور ديالو، خاص الدور ديال السيد القائد انه يلبس التري ويوصل عند الناس، نظرا لان صاحب الجلاله الملك محمد السادس هذاك الشيء اللي بقى جا عطى الدم ديالو، عطى الاموال من عنده للشعب ديالو باش نشوفوا رجل سلطه انه كيمارس هذا الشطط في حق الساكنه، هذا غير مقبول. كمل ليها. هذاك الشيء اللي بقى فينا خويا، الصدمه اللي جاتنا من ذاك السيد، يلاه جا وكيمارس علينا، حتى هو كيمارس علينا السلطه ديالو، ما عرفناش علاش. واش السياسيين اللي عمروه باش نعرفوه؟ واخا الرئيس فين هو؟ بغيت نعرف الرئيس فين هو؟ دابا الا كان هذا الشيء خرج الناس اللي مضرين، راه غنمشيو لشي دواور، راه غنلقاو الاحصائيات ديال تولي لو، راه ما كاينش اللي قدها في هاد الدواور اللي مستافده دابا، باش نعرفوا بلي السيد القايد كيمارس علينا الضغط، كيمارس علينا هاد. قال لك هذا راه شطاط استعمال سلطه. قال لك علاش انتم جاي؟ قال لك انتم جيعانين، علاش جيتوا عند القياده وكتغوتوا؟ هادو خصهم يسكتوا يموتوا هنا. بحالك بحالك، الناس ما خصهمش يهضروا، ما خصكش الكلمه تطلع. رساله الوزير، السيد وزير الداخليه، اذا خاص تحقيق في هذه المساله هذه، الناس خصهم يموتوا، اذا ما كنبغوش هذه المصطلحات. اتصلت السيده اللي صيفطت المساعدات لدوار تولي لو، استقبلها القائد قال لها راه نوصلها لدوار تولي لو، راه هضرات معها في واحد اللايف ديال شوف تي في، راه السيده كاينه وكيعرفوها ومعروفه، وقالت لهم راه تهضر مع ذاك السيد نيت، مع ذاك السيد اللي صيفطت ليه المساعدات. قال لها السيد القايد راه نوصل المساعدات لدوار تولي له، وما وصلتش. ما وصلتش. وصل ذاك الشيء اللي وصلونا داز نهار من بعد صونات علينا السيده، نهار عاد صيفط لنا السيد القايد 40 باكيه ديال الحليب و40 باكيه ديال الماء. انتم شحال ساكنه هنا؟ 150 ساكنه، اللي 150 دوار اللي كاينين، 150 دار. كل دار شحال فيها من واحد؟ كاين اللي فيها 10. داك السيد اللي رابط ليه الدار عنده 8 الدراري. واخا السيد المرشح، انت معايا، خليك معايا، غادي نشوف واحد النقاش غادي يتفتح مع السيد اللي هو من الساكنه، وجيت لقيتو كيصلح. دابا اللي فاجئني انني ملي وصلت للمنطقه لقيت هذا السيد كيصلح، سولته قلت ليه علاش كتصلح؟ سؤال، علاش كتصلح عشرين؟ مشيت عند نهار الاثنين، مشيت عند القايد، لقات الخليفه
قلت ليها وديت الدار طاح ليا الدار مشقوق الدار ان راه حتى انا الدار طاح ليا الدار وسير اللي عجبوك ديرو بنو ولا سير صلح الشغل ديالك ولا سير جاوبك هو بحال هكا قال لك انا طاحت ليا داري سير قال لي سير صلح الشغل ديالك قال لي عطاوني النمره ديال التليفون قال لي اللي سولك عيطوا لي سير اسيدي اي راه النمره عطيت لك راه قال لي اللي سولك عيطوا لي سير صلح الشغل ديالك ما عندنا ما ندير حتى انا طاح ليا الدار طاح ليا داك واللي عاود يلا غير تشوفوا واحد فيكم واخا غير عطيني غير المقدم ولا عطيني الشيخ يشوف غير الدار كيف ترى ليه كيف قال لي سير شوف سير شوف الشغل ديالك صلح ولا اللي عجبوك ديروا ما عندنا ما ندير شطط في استعمال السلطه غادي نوصف هذه النقطه هذه نظرا لان حتى شي واحد ما عنده حق انه يعطي الاوامر نظرا للتعليمات الساميه ديال الملك محمد السادس نصر الله ان خاصها تخرج لجنه انها تعاين المنازل المتضرره وان التعويضات غادي تخرج على حساب الضرر غنعاود عاوتاني نوصفها بشطط وغادي يرجع المسؤول عن المعارضه او عند دائره المعارضه شي تقني ولا شي واحد اللي يقول لنا واش سكنوا ولا ماشي ديال السكنه ولا لا لو الغريب الوالده عندها 80 عام غير برا غير برا دابا الغريب سيد المرشح نتاع الحزب الاتحاد الاشتراكي لا ماشي الاتحاد الاشتراكي التجمع الوطني الاحرار التجمع الوطني الاحرار نتاع المعارضه جيت ما لقيت حتى شي قيطون هنا لقيت قيطون واحد ديال واحد السيد او جوج قال لي جابهم لي غير واحد السيد من هنا من الدوار اخويا كيمارسوا علينا واحد الضغط ما عرفنا لمن نشكيو لمن نشكيو راه قالوا ما عرفناش هاد السياسه اللي كتمارس علينا ما عرفناش ديال من حنا دابا ما عندناش الحق نهضروا مع القائد الا هضرتي معاه البارح قلت لي اودي حتى الا طرا منا شي حاجه راه كنعتذروا لك انا كنعتذر لك نبوس لك رجليك هاد السكينه ما تف... هاد السكينه ان نقدم الاستقاله ديالي الا يشفي لكم هاد الشيء الا كان هاد الشيء غتاخذوا فيه راحتكم نقدم الاستقاله ديالي ماشي مشكل هاد الناس ما تخليهمش هكا انا قلت لهم اودي الناس ما تخليهمش هكا قال لي انتم شوف انتم تصحاب تولي اللي راه جيعانين راه ست الجمعيات اللي جاو وشوف السيد القايد راه ما وصلتيش هنا تشوف الناس كيفاش كيفرقوا الدقيق شوف بغض النظر على ست الجمعيات سبعه حنا مشينا للدواور شوف ملي قلت لك الله تشوف الناس لتحت قلت لها المازوت ما عنديش السيد العامل براسو لابس الزي ديال العسكري 24 ساعه على 24 ما كاينش ما مساليش خصو يجي يشوف الناس باك النهار ملي طرا الزنزان ما شافهمش ما وصلوهمش ما شافش واش اش طرا كاز التليفون هذا السيد دخل عنده للدار ملي دخل عند هذا السيد وعند هذا السيد لتحت ولا ما شافوش الناس ما عمرنا هز التليفون كيهضر في التليفون بوحدو ما كيقول راه كنا البارح هنا ما عرفتش من الاحصائيات كيعطيهم كيعطي الداخليه هي احصائيات وهميه قال لهم درنا على دوار تولي اللي كامل ما داروش عليه غير واحد الاول كنطلبوا لياتنا الى يومنا هذا مازال ما شفنا والو يعني من نهار الاول ما وصل والو تعال يا شريف تعال عند الله يكبر بك قايد قال لي اسيدي راه هما نضيت 120 خزانه خديتو منا شي حاجه ما خدينا والو ما جاتنا حتى حاجه غير السيد القائد كيدوموندي ما جاش يعني السيد القائد كيدوموندي حتى انت من المتضررين يا شريف ودخلت عندك للدار وشفتها ولقيتك كتصلح حتى لقيتك كتصلح ايوا اش ندير حنا السلطه حتى واحد ما جا يطل لينا يقول لنا راه عندك شكون عطاك حق تصلح هما اللي قال لك ودابا دابا خاص باش نوصل لك غير باش نوصل لك الله يكبر بك غير باش نوصل لك الناس الخبراء كيقول لك اودي هذا الزلزال راه يقدر يعاود من هنا لشهر يعني هذا الزلزال نتوما مريحين في الديور اللي تقدر تريب الى عاود في اي لحظه غيطيح عليكم شكون يعطيك حق تصلح؟ هما ساعه السلطه قالوا لي صلحوا ولا تبر راسكم هنا عيطت للمقدم ما وصلش عندنا عيطت للشيخ ما جاش عيطت للقائد جوج مرات قال لي شوف راه جايين حنا غاسين نشوفكم غادي قلت لي البارح قلت لي راه اليوم 15 يوم هذه سعاد القائد كتكذب علينا انا قول لينا غير رحلوا نشوفوا غير فين نمشيو نسكنوا نجدوا الكرا ولا نديو ولادنا فين يتستقروا شويه دابا الا جات الساعه حنا كنعسوا غير في السمره بالنهار كنطلوا في الشمس ما كاين فين الناس وكنخرجوا حتى الناس على برا العيالات ما بغاوش يدخلوا لفوس الديور ولاد قال لك هذا سيدي الدراري غادي يريبوا علينا هذا الشيء عندكم لي كارت ناسيونال في المغرب لا لي كارت ناسيونال ديالكم تبع المغرب لا غير جاوبني انا غير بغيت هذه بغيت نوصلها سيدي الباسبورات اللي ما عندنا لا كارت ديال لاسونونس ديال المغرب ما عندناش ديال شي دوله اخرى مواطنين من المغرب هذو راه مواطنين من المغرب من المغرب حنا ماشي الدوله اللي ما كاينش هنا من المغرب من الدائره
من القياده، من العمالات شيشه، من العمالات شيشه، راه كلشي حنا مستقرين هنا، فين زايدين حنا والوالدين ديالنا، هذا هو بلادنا، ما كاينش ما جيناش من شي بلاد باش يقولوا لك هذوك ما معناش ولا شي حاجه. لا عيش سيدنا، الله يجازيه بخير، يشوف فينا، يشوف معنا الحل، الله يجازيهم بخير، حتى الا حنا بغيت نخلي لهم هادشي نتحولوا لشي بلاد اخر نشوف يقدر نمشيو، حنا ما قادرينش نخلوا. لا 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 لا، هذه ما متفقش معك فيها، نظرا لان شوف انتم البرابره حنا كنعتزوا بكم نظرا لانكم انتم سكان المغرب الاولون، اذا نجوم البرابره راكم جزء من التراث وجزء من الثقافه ديالنا. ما يمكنش ما عمرها هاد البلاد طلبها شي حاجه الا ملي ضرب في الزنزه وصافي، ما عمرها طلبت حتى شي حاجه، لا قليل لا كثير. لا قليل لا كثير. سيد القائد خاصك تحرك مع هاد الناس هادو، حيدو ماشي الوقيته ديال استعمال الشطاط والحسابات السياسيه. باقي عندي معك واحد الدردشه، باقي عندي معك، ما كملتش انا وياك، حين جيت لقيتك طالع للجامع وباقي تحيد السمعه. واش غنديروا؟ اش عندنا ما نديرو؟ السمعه طاح لنا على الدراري، الناس الدراري ديال المدرسه ما تيقراوش. الدراري علاش انا عيطت عليك دابا؟ الدراري ديال المدرسه ما تيقراوش، اش درنا لهم؟ دخلناهم على الجامع باش يقراو. كاين واحد شويه في السمعه. بلاش ملي قال لك غيجمعوا الدراري اللي باش غيكملوا القرايه، دونك غيديهم لشي بلايص او مراكز اجتماعيه او مراكز تأهيل. داكشي كيدوز في التلفازه، حنا ما داكشي دوز في التلفازه، حنا ما هما عندنا الدراري جوج ثلاثه المدارس، وفي بعدها اصلا ثلاثة المدارس، جوج مدارس اللي كاينين تيقراو. فين هما الأساتذة؟ أختي ما كاينينش، ما كاينينش، المدرسة ما كاينينش، المهم ما بغاوش يقريو. نرجعوا للجامع، الجامع اللي كيطيحوا لي نتوما دابا في السمعة حين ضرب الزلزال، بغيتوا تحيدوها وتخليوه بلا. نخليوها بلا على حساب ما طيحش على الدراري. ديك السمعة. ديك السمعة، لأن الدراري ما كاينش فين نديهم، ديناهم للجامع. لأن وزارة ما اهتمتش بينا. ما جاتش تطلع لينا تشوف المدرسه واش الدراري غيقراو ولا ما يقراوش، حنا صافي دخلناهم للجامع، ما بغاش تقريهم، لان الناس في الجبال في الحاوز يقليم الحاوز كاع داهم لمراكش، داهم 50 كيلو ولا 60 كيلو، حنا يعطيونا مدرسه واحده، يعطيونا جوج خيام، ما طلبنا لهم منهم والو، عطينا جوج خيام، جوج، ما قلنا لكم جيبوا لنا كيران، ما قلنا لكم الشوافر، ما قلنا. هذا الدور ديال السيد رئيس الجامعه اللي خاصو يجيب لكم الخزين. الرئيس الجامعه والراس، ما الرئيس ما نكذبوش عليه، ما نكذبوش عليك، ما نقول لك راه الرئيس دابا راه ماشي الرئيس اللي غيتحرك، خصها تحرك الرئيس، يتحرك السلطه، يتحرك العضو، يتحرك الجمعيات، ويتحرك بحالكم. ها انتم منين جيتوا؟ جيتوا من القاعده الدنيا، جيتوا عندنا. هذا دور ديالنا، دور ديالنا اننا نجيو نسلطوا الضوء ونعريو الحقائق. الصحافة وصلتنا، الصحافة باش توري الحقائق ديال هاد البلاد هادي، الصحافة وصلت، هما ما تيبغيوش يوريو الحقائق، هما قال لك طمسوا، راه عيط لي واحد البارح قال لي مشيت عند السعيد القايد، قال لي الناس السكان ديال تولي اللواء بغاو يستافدوا خاصهم يجيو اعتذروا لي، اش درنا ليه؟ درنا اللايف قدام، درنا اللايف تنطلبوا حقنا، درنا اللايف، اش درنا؟ درنا اللايف تنطلبوا حقنا من سيدنا. تنضربوا حقنا باش يوصلنا، لان داكشي ديال سيدنا اللي سيفتنا تيتحط في القيادة، قلنا له عطينا حقنا. قلنا له حقنا، وحقنا اللي تنطلبوا من سيدنا، ما قلنا له والو. لا اله الا الله. قلنا له شي حاجه، راه الله راكين على تعدينا عليه، قلنا له شي حاجه، راه ما قلنا له، قلنا له الله يجازيك بخير، عطينا حقنا من داك الشيء اللي تتفرق لي شفنا. عندنا لقاء اخر، وعندنا حوار اخر، غنتمنوا اننا نشوفوا زياره لهذا السيد القائد باش نعرفوا الملابسات وعلاش ما كاين والو هنا في الدوار، علاش ما جاش عندهم، تعددت الاسباب، ما غاديش نقول الموت واحد ولكن غادي نقول لا سوفرونس، معاناه واحده. هاد الساكنه هادو كيف شفتوا كاملين كيهضروا، كاملين مضرورين، حتى واحد ما وصل هنا، خزانه واحده ما لقيناهاش انها تابعه للجامعه او تابعه للقياده، يعني لقينا جوج ديال القياطن اللي جابهم واحد السيد. كاين باش ما يكونوش المغالطات، كاينه الخزانه ديال الجامعه محطوطه، ولكن كاينين الناس، كاينه ساكا، كاينه مصدار، كاين ساكا. انا عندكم انتم، انا هضر لي غير على هاد البلاصه اللي جيت لها. نفس الدوار، دوار تولي له دابا فيه مناطق، دابا راه كاينين واحد الخزانه راه ما كافياش. واحد الخزانه راه ما كافياش، كاينه تولي لتحت سميتو ما مستافدينش. ما كاينش فينا ينعسوا. كينعسوا. كاع تشوفوهم راه حاله لا يرثى لها عليها. والسيد القايد باقي فيه باقي فيه ذاك الحس ديال العنصريه. اجي عندي هنا انا تكتبان لي ما دايزاش لك على هذا السيد القائد. وما دايزاش حيت انا تكرفست في قلبي يا صاحبي، نشوف الناس كيتكرفسوا وباقي نتهز على قبلك باش يجيو هاد الناس، يجيو هاد الناس مكردين مساكن ما عارفين والو، يجي باش يعتذر لك باش انت تكون على راحتك يا صاحبي، باش ما تعطيش وفرح الغريزه ديالك. احنا غنموتوا كاملين، فرح الغريزه ديالك انت، احنا راه غنموتوا،
يلا سير انت يلا فرح راه انتصرتي يلا انتصرتي علينا انتصرتوا على دوار تاوليلو يلا دوار تاوليلو السكان ديال تاوليلو راه غيموتوا يلا انتصروا السلطات انتصروا انتوما انا ما عندنا ما نديروا ما 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 فيدنا ما نديروا اصاحبي السياسيين كنا كنتسماو السياسيين غير بالاسم اش من دور عطيتونا اش من دور ما الا كان غير السيد القائد ما غايسمعش ليك كعضو كممثل ساكنه كيقول لك سير سير قد سير قد حالك ما جا يا صاحبي باش ضروري نلبس نكون في طوموبيل ونلبس مزيان ونجي عندك عاد تحترمني عاد شوف في عاد ترد عليا كلام راه ما عنديش يا صاحبي واش ضروري كاين شوف هذا السيد القائد باش ما نبخصوش باش ما نبخصوش المجهودات حيت حنا ما كنلوحوش الورود ولكن باش ما نبخصوش المجهودات ديال القوات المسلحه الملكيه رجال الدرك الملكي كاينين الناس في السلطه كاينين القياد اللي كيخدموا وكاينين اللي ما كيخدموش راه حنا كنقولوا ما كيخدموش ان شاء الله ما نكذبوش على الله ذاك النهار دخلت عندهم اللي دخلت عنده لقيت عنده الضغط ولكن هو ما عطاش لراسو واش انا دابا ملي جاوا الناس جاوا الناس قال لي اودي فلان راه الناس اش كيقولوا اش كيقولوا هضر معايا في التليفون ذاك النهار راه كيسمعوه قال لي اشوف السي عبد الله حكم في المنط وحكم في هذا الشيء وحكم في هذا الشيء راه غيكون غدا فين غدا فين اش ترى واش بلاتي تشوف ملي نزلت لي غدا لقيتو داير وجه اخر وهاد الناس اش في راسهم ملي العضو راه مشى يجيب لك واش مشى يجيب ملي جيت كيسولونا اش غنقول لهم انا المقدم مريض المقدم مريض مشى مشى بحالته ما كاينش ليت نهار الحد نهار الحد عندنا السوق سوق الناس دار المقدم دار على السكان كاملين قريبا 150 واحد على السكان كاملين دار عليهم جمعهم كاملين جمعهم حدا الجامع تيتسناو حتى 12 الليل قال لهم راه السيد القائد قال لي جمع الناس راه غيجي الكاميون لتاوليلو راه تجمعوا كاملين هاد الناس واش تجمعتوا؟ تسناو تسناو جاكم شي حاجه؟ ها؟ جاكم شي حاجه المقدم دار عليكم كاملين 150 واحد بواحد بواحد دار عليهم بواحد ما جا والو كان لي راه ها؟ بلاتي لا بلاتي بلاتي هاد الكلمه هاد هاد المقدم دار على 150 واحد نهار الحد في السوق واحد بواحد قال لهم قال لكم السيد القائد خرج تقداو وخرجوا بكري راه الكاميرا جاي راه جاي من العماله راه غيجي ديريكت لتاوليلو هاد الناس تجمعوا ما كلاو ما فطروا ما كلاو ما تعشاو تيتسناو حدا الجام 13 الليل والو والو ما كتسى ما كيتسى على المقدم والمقدم ما كيتش يهز التليفون على القايد ما كيتش التليفون يهز عايز التليفون على القايد يقول له سعاده القايد راه الناس راه جمعتهم هنا واش كاين شي حاجه ولا ما كاينش تيتسناو مساكن تاعيهم مشاو عاوتاني فرقوه ما كتش المقدم ما كيتش يهز التليفون على القايد واش هذا هذه راه هذه راه هذه راه اش فهمتيها فهمتيها هذه فهمتها فهمتها انا اللي فهمت انا اللي فهمت هو الدمار اللي صايبكم نتوما وهادشي اللي ضرني ديال الدقيق كيتعطى بجبانيه وكتفرق بطاسه والبارح مشينا للجامعه تمادلان كاين الطباب طباب في الجامعه وتنشوف المساعده التضامن ديال سيدي محمد الخامس تيهزوا الناس ما عرفت فين جابوا اذا ديال المؤسسه ديال المؤسسه فيه التضامن ديال سيدي محمد الخامس ما عرفت فين جابوا ولا فين اللي قسموا ما عرفت وصلكم نتوما والو قلنا والو تنطلب الله ولا مخزني يشوف ديورنا يشوف موالين الدوار تاويلي له راه ما كاين في الخريطه ديال متوكا ديال يقلم شيشاوا لا انتم كاينين وحنا جينا عندكم ما احبابكم عندنا انتم كاينين كاينين اللي كيعرفوا واش حنا في الدوار انتم اللي جاو كنصوتوا كنوديو واجباتنا كنصوتوا حتى نوديو واجباتنا تنصوتوا عارفين بان كاين قريب شي شواهين المسؤولين 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 ما تيبغيوش يوصلوا تيقسموا تنشوفوا الناس الدراري ديال المدرسه تاعو تاع الخزانه تيقراو حنا ما عندنا الدراري ديال المدرسه ما تيقرا ما عندنا المساعدات ديال التضامن ديال سيدي محمد الخامس ديال سيدنا حنا ما وصلنا داك الشيء ما وصلنا حتى حاجه اذا هادشي كيشوفوا غير في التلفازه هادشي ما وصلش هاد الناس هادو كيشوفوا في التلفازه انا تنسحب في راسنا ما كاين ما عمر كاين في المغرب كان شحال واش في شي بلاصه اخرى يكون كاين عندنا في المغرب راه يجي موالينا السلطه وجايين موالينا الوزاره ما يجيو حتى واحد ما يجيو يشوفنا واش مضرورين ولا ما مضرورين انتوما انتوما الاولين اللي وصلتينا الله يعطيكم الخير كان هذا الدور ديالنا تنشكر سيدنا وتنشكر جميع القيادات المساعده ولا قيادات السلطه شكرا لك الوصول ديالك الصوت ديالك وصل ان شاء الله الرحمن الرحيم اذا بدورنا كنشكروا الناس اللي كتقوم بالعمل ديالها الواجب الوطني منهم الدرك الملكي منهم القوات المسلحه الملكيه منهم رجال القوات المساعده كاينين الساده القياد اللي وقفوا على قدم وساق بغض النظر على ما غاديش نهضروا على واحد ما خدمش او جوج او ثلاثه ما نبخصوش المجهودات ديالهم اذا ما نساوش كذلك رجال المطافي ورجال التدخل السريع والدرك الملكي والمروحيات ديالهم اذا مشاهدي مشجع جريده اصوات الى هنا
الله يسلم عليك. الله يعاونكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.